يحكى أن مع إبراهيم جمال. يحكى أن أمراً اقتضى حضور السلطان العثماني بايزيد الأول للإدلاء بشهادته أمام القاضي والعالم المعروف شمس الدين فناري في المحكمة. فلما أتى السلطان ووقف أمام القاضي عقد يديه أمامه مثل أي شاهد عادي، فرفع القاضي بصره إلى السلطان ثم أخذ يتطلع إليه بنظرات محتدة قبل أن يقول له: لا يمكن قبول شهادتك، فأنت لا تشهد صلاة الجماعة، ومن لا يشهد صلاة الجماعة دون عذر شرعي يمكن أن يكذب في شهادته. وقد كان هذا حكماً معمولاً فيه عند القضاة في ذلك الزمان، نزلت الكلمات التي قالها القاضي نزول الصاعقة على رؤوس الحاضرين، فكيف يخاطب السلطان بهذا الخطاب؟ وتسمروا في أماكنهم وحبسوا أنفاسهم ينتظرون أن يطير رأس القاضي بإشارة واحدة من السلطان بسبب ما تعرض له من الإهانة. لكن بايزيد التزم الصمت وتبسم للقاضي ثم استدار وخرج من المحكمة بكل هدوء. وفور وصوله إلى قصره أصدر أمرا ببناء جامع ملاصق للقصر صار يؤدي الصلوات جماعة فيه. يحكى أن مع إبراهيم جمال.